أي أشتري حبس 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 أصح أشتك بديتي من الوسط رجع رجع شوية الله والله يحفظك صافي بارك بدملة هاد المرة في قلب جبال أطلس وبالضبط منطقة الحوز نواحي مدينة مراكش. كيف ما كنشوفو الطريق صعيبة وكنا كنعرفو بلي مع الجبال المسافة كتضوبل وكتزاد. شفنا مناظر زوينة في الطريق، اكتشفنا عالم آخر. فاش كنكونو دايزين كيبان لينا هادشي زوين من بعيد، ولكن إذا جربنا نعيشو هنا تقدر تبدل النظرة ديالنا. لحقاش هاد الجبال مخبية لينا المعاناة والصعوبات والمشاكل اللي كيعيشو منها السكان ديال المنطقة. الدوار اللي جينا ليه هو هذاك اللي كيبان لينا في القمه ديال الجبل، سميتو دوار امرزقان. الناس مكرفسه ومع ذلك صابره وايمانه في الله سبحانه وتعالى قوي. هاد الناس ما كيعرفوش شي حاجه سميتها الاستسلام، كيدوز الشتا والبرد والثلج، ما تخيلوش كيفاش كتولي الدنيا هنايا. هنايا كنشوفو الداخل ديال هاد الدوار، البساطه وصعوبه التنقل ولو من دار لدار. رغم ذلك كيبنيو وكيديروا الفلاحة، ولكن داكشي على قد الحال ما كافيش. كيبان لينا هادشي تقليدي وزوين. تخيل معايا ملي كتحت الثلج هاد الناس ما كيخرجوش، ما كيبقاو يمشيو لحتى شي بلاصه. لحقاش الطريق كتكون مسدوده. هاد الناس كيعيشوا حجر من نوع اخر اللي كيقدر يوصل 15 يوم شهر شهرين على حساب الثلج وعلى حساب الطريق. واحد البرد اللي ما يمكنش تصبر ليه لولا وسائل التدفئه المتواضعه واللي ما كافياش. بلا ما نهضر على التطبيب ولا كانت شي مراه حامله ولا شي راجل كبير مريض. وصلنا للدوار عينا، ولكن رغم ذلك الابتسامه ما كتفارقناش. لحقاش من احسن الحوايج اللي نقدروا نديرو في حياتنا ارتاحينا. كل واحد فينا اختار كيفاش يعاون. كانوا اطباء، طلبه، اطباء اسنان. شكرا غوتاغك امسيس، شكرا غوتاغك نانسيجي كازا، شكرا الناس ديال الدوار اللي عاونونا في التنظيم، شكرا للسائقين ديالنا عز الدين، رشيد، هشام، عبد السميع. شكرا لاي واحد قدر يوصل الفرحه لقلوب هاد الناس. للاسف ما صورتش كلشي، كانوا هادو غير لقطات اللي قدرت نصور. جاني العطش مشيت نشرب. شفت المطبخ حسيت بالكرم والضيافة ديال هاد الناس، مديرين اللي في جهدهم باش يستقبلونا. مالك صافي؟ مالك صافي؟ شوف بذاتي بذاتي. الله يخلف عليك السي الحاج. شكرا. هكا والله يعطيك الصحة. هذا عليك السي الحاج. الله يخليك، شكرا شكرا نزيل. الله يعطيك الصحة نزيل. كيف كتشوفوا هذا الراجل الكبير جاي لعندي، كتشوفوا بلي صحته على قد الحال وحاول لي ضايفني وخوالي اتاي وايديه كيقفقفوا. وهاد السليمه اللي سلم عليا كتحس بها خارجه من القلب. كلشي كان فرحان من الكبير للصغير. كيف كتشوفوا هاد الوليدات الصغار كانوا فرحانين بزاف. كلشي كان خارج، حسينا بلي الدوار كان كامل فحال دار وحده، فحال ملي كانوا كيجيو عندنا الضيفان وكتكون الدار بنت ولد خالتك وداكشي. وهاد الوليدات كتحس بهم خالقين سعاده من والو باللي كان، واخا محرومين من الحقوق ديالهم بشحال من حاجه. مني كنشوفوا هادشي
كنحسوا بلي اغلب المشاكل ديالنا تافهه وما كتستاهلش الحساب اللي كنضربوا ليها. من الحوايج اللي خصنا نعرفوا هو خصنا نثقوا في الله سبحانه وتعالى ونحمدو ورضاو بالارزاق اللي مكتبه لينا. واللي عجبو الفيديو يضغط على زر الاشتراك على زر الاعجاب ويضغط على الجرس باش يتوصل بالجديد. شكرا.